أحبائي أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الجزء الأخير من هذا التغطية اليومية، تغطية اليوم فيما يخص الحراك الشعبي. الثورات الشعبية بدأت من قبل 22 فبراير إلى حتى اليوم، الجزائر ما زال يخرج بالملايين حتى يوصلوا قرارهم إذا كان صح تعبير أو مطلبهم الرسمي، وهو على أن النظام لازم يرحل بكامله. البارحة كانت الجمعة 16، الجمعة الأولى بعد رمضان، كانت جمعة قوية، كان رد فعل قوي لخطاب قايد صالح اللي كان لخطاب بن صالح رئيس الدولة، اللي كان فيه دعا إلى حوار جاد كما قال هو، حوار شامل بين هو والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظومة. هو قال أن الجميع لازم يحضروا في اجتماع وحوار شامل لإيجاد طريق لانتخابات رئاسية شفافة. كما قال البارحة الشعب الجزائري خرج بقوة باش يقول يكون في حوار كما يقولون، بس بدون هذه المنظومة، بدون هذا الوجوه، بدون هذه الباءات ومن حولها. إذا أعزائي المشاهدين، ما زلنا في هذا التغطية. مثل اسمه مرحبا سيس سولتيكة النظام أمكيد نغارة أروهي لنقارو لكوفرتي سبيسال بوساقي، ما زال نهضر فوم النوع بقدل زي رياض لفاتس القوة، لفاتس مليون الجمعة من زوت أبري رمضان نولت نفانس القوة باش دارنا الوال لقيت بن صالح سندير لي يهضر دي يهضر دي الأمة يفك الدوالي سيناد، يعني إلا قال مشاورة إلا قال نهضر إلا قال نقيمة في طفلة انت المرض ما يجي أذف ويجي لوكذا إكافان سيرتيت لوكذا لا سوسيتي سيفيلا قمنا كل مرة لو قد قلت مثلنا كالحراك باش دعونا أدونا أدف انت فلان أدف فلان فريد أتيني فلانين صحانا فلانين ذي لهنا ذي صفا فلانين تسلويث يلزم يضيف فرنسا القوة باش يكون هذه لي الحوار هذه لي تحوس في فريد تحوس في تفرانين ينصفان تفراني الهان بصح بلا ما تيم كون وي لا قطعهم قبلنا من زواتهم كون وين بعد هذه لي حاجه اللي اظن هذه لي المشاورات هذه لي الحوار يرانا. اذا اعزائي المشاهدين كما قلت نعود الى هذا الحراك، هذا الجمعه 16 وثاني كان فيه مجله الجيش للناطقه باسم المؤسسه العسكريه ثاني دارت افتتاحية قوية كما يقولون ضد يعني من يقول أن لازم مرحلة انتقالية ولازم حوار داخل المجتمع المدني وداخل الحراك بدون هذه المنظومة. كل هذا ربما جاء لتأييد ما قاله بن صالح وما رفضه الشعب الجزائري البارحة. نعود إلى هذه القضية. وثاني اليوم أعزائي المشاهدين لازم نقول كل شيء مبروك لشبيبة بالكولير بحتى الكأس الجزائر الكأس الثامنة للبلكور، وللأسف خسرت شبيبة بيجاية خسروا 2-0. نعود إلى هذه القضية خاصة لعنة مطاردة المسؤولين، عندنا فيديوهات وصلة في استاد شكر في بليدة خاصة أمام التريبيون أوفيسيال وين يعني الشعب حاول يعني مطاردة المسؤولين كما يقولون كما كانت العادة يقول انه يا سرقتوا البلاد يعني خربتوا البلاد يا سراقين. نوليو الى هذه الفيديوهات بعدين ان شاء الله، نوليو الى قضيه رد الفعل الان الشعب الجزائري امام تحركات المسؤولين اللي غير شرعيين كما يقولون. اذا نبدا الحوار مع ونبدا النقاش مع الاستاذ خلاف سعيدي ناشط سياسي من فرنسا. سي خلاف الزوف لك، السلام عليكم، ما السهل عليك؟ زف لك أسليم، السلام عليكم، صحة عيدك وتحياتي لكم ولطاقم المغاربية بأكملها، ونزيد نعاود نقولهم يعني صحة عيدكم مرة أخرى. بارك الله فيك، أعطيك الصحة سي خلافة. إن شاء الله بعدين نجيبوا ربما الضيف واحد أخرين، بصح قبل ما نبداو النقاش عندنا هذا الإنفوغراف حول الحراك البارحة، خلينا نشوفوه ونوريكم.
إذن أستاذ خلف سعيدي، البارحة شفنا الجمعة 16 والجمعة الأولى بعد رمضان، واش رايك يعني في الأعداد الضخمة؟ كثير من الناس يقول رجعنا إلى الجمعة الأولى بالملايين، ونفس الشعارات ربما شعارات أكبر، وسقف المطالب الآن ارتفعت، ورد فعل قوي لما جاء به في خطاب جاء بن صالح في خطاب يوم الخميس. شكرا يا سليم. أولا نبدأ المداخلة نتاعي بهذا القول، شعار من شعارات اللي شفتها في الجزائر. أقول أعوذ بالله من السيستام الرجيم المتعنت المتقصدر، وبسم الله لجزائر جديدة حرة ديمقراطية تحب جميع أبنائها وبناتها، ويحبها جميع أبنائها وجميع بناتها. وفي هذه المناسبة كذلك نهني بنات بلدية تيشي إناث في على فوزهم بكأس الولاية الفوليبول كرة الطائرة، كما نهني فريق بلوزداد الفائز بكأس الجزائر، ونهني كذلك شبيبة بجاية على أدائها وروحها الرياضية. وكذلك يا سليم إذا سمحت لي، أنا عائد من مدينة ليون بفرنسا، وين يعني درنا واحد الاجتماع مع إخواننا الجالية نتاعنا في مدينة ليون باش نحضروا لي يعني وقفة ضخمة يوم 15 جوان تكون أمام مقر القنصلية الجزائرية. وبهذه المناسبة أحيي كل الأصدقاء نتاعنا في مدينة ليون اللي حضروا هذا اللقاء لنظموا هذا اللقاء، وأقول للجالية نتاعنا في مدينة ليون، أقول لكم بكل صراحة وبكل صدق وإخلاص، اليوم الجزائر هي التي تناديكم إلى هذه الوقفة يوم 15 جوان، الجزائر والجزائر فقط والجزائر فقط، فكونوا لي في الموعد. كما أدعو كذلك الجالية نتاعنا للحضور القوي لمسيرة الغد في مدينة سانتيتيان أما عن الجمعة هذه الأولى المباركة، الجمعة الأولى المباركة، حبيت نحيي الشعب الجزائري على جمعته الأولى بعد التعب والعناء في شهر رمضان، وين يعني هذا الشعب خلال شهر رمضان أنا شخصيا يستحق جائزة نوبل في مواصلة هذه الثورة السياسية السلمية الذكية. فنحييهم مرة أخرى على هذه جمعة المليونيات التي عمت تقريبا جميع ولايات الجزائر، وطبعا كانت رد قوي وصريح لخطاب بن صالح، يعني اللي كعادته اتهم الشعب الجزائري بأنه هو الذي يضيع الوقت. وأنا أقول بكل صراحة وبكل صدق أنك أنت ومن معك في هذا النظام وفي هذا السيستم الرجيم، أنتم اللي راكم تضيعوا وقت يعني من ذهب للشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري عبر وهو مستعد لبناء هذه الدولة الجديدة، لبناء هذه الجزائر الجديدة، وأنتم ما زلتم كعادتكم يعني تناوروا وتضيعوا في الوقت، وتحاولوا يعني تمروا السيناريو نتاعكم البائس الفاشل يعني بالقوة. فالشيء الملاحظ أن بن صالح يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى حوار ثاني جديد بعد فشل حواره الأول، بعد ما أسقط الشعب الجزائري حواره والانتخابات نتاعو ل 4 جويليه.
فهو يعيد الكرة مرة أخرى، يحاول يضيع الوقت بدل أن يذهب إلى الاستجابة. طيب يا شيخ خلاف سيدي من فضلك، استاذ خلاف درك نوليك من فضلك، ابقى معي درك نوليك معنا الان من جزء من تيزي وزو، استاذ كمال جغلولي القيادي في حزب حمسه. سي كمال جغلولي السلام عليكم. الزوف لك العيد كما الزول جما سليم، الزول اللي مفرجن المغاربيه، صحه العيد نوان ليله مربوح وكي الجزائريين ان شاء الله. استاذ كمال جغلولي، لما نشوفوا يعني رد الفعل الشعب الجزائري البارحة بالملايين، وكان يعني شعارات واضحة لا حوار مع بن صالح ولا بدول ولا بوشر ولا بقايا نظام فاسد، يعني يصعب الآن إلى أي أمام أي حزب آخر باش يقول ربما راني مع الحوار مع بن صالح ولا حوار مع هذا النظام لإيجاد حل، لأن ربما إذا كان أي حزب يقول هذا الكلام يبدو كأنه يعارض مطالب الشعب. واش تقول في هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أخي سليم، اليوم ما نقدروش نديرو تفرقة بين الشعب الجزائري وبين قيادات الأحزاب السياسية أو الشخصيات الوطنية. اليوم بعد تقريبا 4 شهور كاين تناغم كبير جدا ما بين الشعب الجزائري والقيادات الحزبية والشخصيات الوطنية والنخبة الوطنية التي يهمها مستقبل الجزائر، وبالتالي ما كانش تناقض ولا كان تعارض ما بين هذين الطيفين، معناه سواء الأحزاب السياسية أو الشعب الجزائري. فبالتالي مسيرة الأمس أو مسيرة يوم الجمعة كانت رد قوي جدا من الشعب الجزائري، لأنه خطاب بن صالح لم يرقى إلى الطموح الكبير الذي يسعى إليه الشعب الجزائري منذ 22 فبراير 2019. وبالتالي مرة أخرى يقول النظام هذا نريد ما لا نريدكم، الباءات ثلاث لابد أن ترحل ثم نمشي إلى مرحلة انتقالية. جيد بصح هذا الشيء كامل جغل. الان الواقع يقول ان بن صالح نادى الى حوار، قال لك الايام المقبله ربما يكون حوار جاد وشامل. كيفاش يعني حسب تصوركم كيفاش يكون هذا الحوار، وكيفاش هي الخطوات يمكن يديرها النظام باش يحقق هذا الحوار في وقت ان الشعب والاحزاب والطبقه السياسيه والمجتمع المدني رافضين هذا الحوار؟ خويا سليم، طبعا احنا كحركه مجتمع سلمي لحد الان ربما ما صدرناش اي بيان رسمي في هذا الموضوع، لكن الخطاب نتاع بن صالح لم ياتي بالجديد، لانه هذا الحوار الذي نادى اليه من قبل. هو نادى الحوار في الاسابيع الماضيه وبنفس الاسلوب بنفس الطريقه، ولم ياتي باي جديد يذكر. فبالتالي هذا الحوار مع لم يكن ما طلبه الشعب، فمع بقاء بن صالح وبقاء الحكومة هذه وبقاء رئيس المجلس الدستوري ورئيس المجلس الشعبي الوطني وكل هذه الوجوه السياسية أو الوجوه اللي راهي تحكم البلاد، هو رفض الحوار مبدئيا. النداء هذا هو نفس النداء اللي كان مقبل، فالناس تقول ارحل، هو يقول تعالوا الى الحوار. فاحنا طالبين حوار الجاد لا يكون بهذا الاسلوب، الحوار الجاد لابد ان يرحل هؤلاء ثم ننصب ونضع الرجل المناسب، الشخصيه الوطنيه التي يرضى بها الحراك لمرحله انتقاليه. في هذه المرحله الانتقاليه سيتشاور الجزائريون كلهم في طاوله واحده حول المرحلة القادمة اللي راح يكون فيها انتخابات نزيهة، انتخابات تشرف عليها لجنة مستقلة. فبالتالي نداء بن صالح لا يرقى إلى أن يقبل من طرف لا الشعب ولا الطبقة السياسية. جيد سي كمال جغل من فضل قريح ما يضرك نولي ليك. معنا من الجزائر العاصمة الآن أستاذ محمد الحسن كلال للنشاط السياسي. سمع الحسن كلا، السلام عليكم. الزوف لك ما نادي كما رفوح اكتشنيت واش قلتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم مبارك كل عام وانتم بخير. بارك الله فيك أستاذ مهن الحسن كلا. كما قال الضيوف الكرام اللي سبقوك، يعني
بن صالح نادى الى حوار وقال ان الان ما لازمش تضيعوا الوقت، كان هذا الشعب لو يخرج برا هو تضيعه للوقت، وقال لازم يكون جديين. بعد كي نشوفوا الجمعه 16 الواضح ان ربما جيت صالح هو اللي يضيع الوقت كما قال الاستاذ خلاف سعيدي. ثاني هضره الان النظام عنده الوقت ضيعوا، واش الهدف تاعو تضيع الوقت؟ هل عنده هل الوقت لصالح النظام الان؟ المشكله هنا، المشكله الناس فهموا باللي العصابه ولا اللي قبضوهم الحبس هما النظام. هذوك شوف هذيك اداه من ادوات النظام. النظام هو النظام العسكري اللي تبدل اللي مر بالمرحله الاخيره اللي كولت في وقت العربي بالخير. النظام العسكري تاع الجنرالات ماشي تاع وقت الثوار المجاهدين قاعد الاخر هو الكولونيل. الجنرالات اغلبهم تاع فرنسا. هذا النظام هذا دار حاول باش الان ينقذ روحه بالتقنيه هذه اللي مستعملها، توزيع ادوار ما بين شكون هو بن صالح؟ بن صالح وين كان في تاريخ الجزائر؟ وقتاش ظهر؟ ظهر في السنوات الحمراء، في سنوات الدم، كي زعما يهديهم ربي باش يديروا هذاك الحوار او المصالحه، افا عمرهم ما يفكروا في المصالحه هما في الحقيقه. انا شاهد في هذا الشيء. كي قاموا داروا لجنه وطنيه للحوار مكونه من جنرالات الدراجي اللي ذكروا بالخير على كل حال هو مجاهد وصناجي وتواتي المنظر الكبير اللي مازال منظر كبير محمد تواتي الفرانكوفيلي اللي ما يهمش استقلال الجزائر. جيد جيد يعني هذا الكلام ربما يبقى في التاريخ والانسان الجزائري لازم يعرفوا، بصح لو نرجعوا الان الى هذا الواقع. النظام هذا اللي جاب بن صالح بن صالح هذا اللي داروا له دور باش يوظفوا الوقت ويضيعوا الوقت على الشعب الجزائري وما يعفشوا على الدستور. الدستور لا ما بقالوش اثر الدستور، بقاو فيه المواد 87 يعني روح الدستور. جيد جيد لمصلحه من تضيع الوقت الان يعني اشوفوا المالين يخرجوا. النظام النظام يحاول يجد نفسه. النظام العسكري ما يتركش، يحب ينقذ روحه، ضحى بالبعض بالمجموعه اللي يكون من الايام بداوا من الحبس باش يبقى دائما النظام العسكري. ما يقبلوش يكون نظام ديمقراطي كيما يطلب الشعب. هما استاذ محمد الحسن كيلان يعني هل الجيش النظام ما عندوش حل يرضي الناس ويسلك راسه؟ يعني هو يدير حلول دارهم ديجا طلب حاول داعى للناس الحوار عنده بعض الاسابيع والشعب والطبقه السياسيه رفضانه، يعني ماذا رجع الى نفس الحال اللي كان مرفوض اصلا؟ هذا الكلام تاع حوار هذا تضيع الوقت. كيفاش يتم الحوار؟ مش من الحوار مع بن صالح؟ بن صالح هو مرفوض من طرف الشعب. مع الجيش الوطني الشعبي، الجيش الوطني الشعبي شكون اللي يدير في الحوار؟ قايد صالح، قايد صالح عينته العصابه كيف كيف. جاي. الضباط اذا كيدير واحد ممثل يديروا تبديل، ما نقولش انا ما نروحش بعيد ما 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 نديرش مشاكل البلاد، فقط يعني بدل ما يديروا هذا التوجيه لورينتاسيون كبير بزاف من خلال شوف خلاو الاحزاب واش هو النظام؟ حتى الاحزاب المواليه داخله حتى الاحزاب اللي شكلها النظام من 89 لهنا جزء لا جزء من النظام. حزب الموالاه لا فلان ولا هذي دوك انا كي نسمع باللي صايداني هو اللي دبر على سي قايد صالح ودوك كي تبدلت على الهرم تاع الحزب جابوا جميعي شريك طليبه ولا سمو ولا في قايد صالح طرابلس كبير في الحدود معروف كيما ديروا هذا امين عام حزب الدخل الوطني. فبالتالي النظام يحب يربح الوقت والشعب يرغبوا فيه بالعقل. جيد يا سيمان الحسن كيلان من فضلك ريح ما يضرك درك نولي لك من فضلك. سي خلاف سعيدين نولي لك في قضية واحدة أخرى، مجلة الجيش اللي تصدر شهريا شهر جوان دارت افتتاحية، الكثير اعتبر أنها كأنها تتكلم باسم الرئاسة، أصبحت ناطق رسمي بالرئاسة رغم أن الجيش ويقول لك أنا خاطيني السياسة ورانا ينادي الحوار بصح ما يشاركش في الحوار، بصح الميدانية والخطابات بتاعه كأنه هو القائد الحقيقي يعني لهذا البلد. خلينا قبل ما نوليو نحاولوا نناقشوا هذه النقطة، عندي هذه الانفوغرافيك حول هذا افتتاحية المجلة الجيش، خلينا نسمعوها ونشوفوها ونوليكم.
إذا مساء خلاف سعيدية، مجلة الجيش أصبحت الناطقة الرسمية بالنطق باسم الرئاسة، أو ربما كما يقول البعض الآخر الرئاسة هي التي أصبحت الناطق الرسمي باسم الجيش، لأن خطاب بن صالح هو ما جاءت به مجلة الجيش هي مطابقة ونفس المقترحات ونفس الخط الطريق ونفس الحوار اللي هما يقولون جاد وشامل، رغم أنهم في جهة أخرى يخونون يعني كل ويشككون في كل من لا يوافق في ما هذا قال الطريق. طبعا يا سليم، يعني ما جاء في هذه المجلة يبين بوضوح ازدواجية في الخطاب، ازدواجية في الخطاب، ويبين كذلك بوضوح، وأعتقد أنه دليل آخر يبين بوضوح أن الجيش هو المتحكم وهو المسير وهو الذي يمارس السياسة، وناطقه الرسمي هو الرئيس الذي نصبه وذهب إليه القايد صالح. وأذكر هنا أن القايد صالح من بين يعني هذه الازدواجية في الخطاب نتاعه، وكذلك يعني المناورة الروح التناورية أو المناوراتية نتاعه، يعني أذكر بأنه هو الذي سعى جاهدا يعني وبذل كل ما في وسعه واتخذ القرار وذهب إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، التي يعني المادة هذه اللي ما عندها حتى يعني أحقية في نهاية عهدة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة. إذن فهو المسؤول، يتحمل المسؤولية نتاعه. وفي هذه المجلة كذلك عودت هذا الخطاب، خطاب التخويف وخطاب الإشارة كذلك حتى إلى الأيادي الخارجية، واللي يعني وكأن كل من ما يوافقش يعني استراتيجية القايد صالح وبلسان بن صالح هذه المرة، يعني فهو خائن وهو يضيع الوقت للجزائر. والشيء الغريب كذلك أن القايد صالح اللي كان يعني قال المادة 102 ثم أشار إلى المادة 7 و8 حتى تحقيق مطالب الشعب كاملة غير منقوصة، والآن كأنه يتدرج وراء هذا رئيس الدولة، ومرناش عارفين دروك يعني شكون هو يعني المقرر الأساسي في هذا النظام الضعيف، في هذا النظام الهش، في هذا النظام القديم، وفي هذا النظام في أصحاب اللي عنده أصحاب الوجوه المتقصدرة. فمن جهة يعني يقولوا أشياء جميلة ويقولوا يعني لازم نروحوا إلى حوار جاد، أسلوب حوار الجاد المثمر، ونظموا رئاسيات نزيهة. والإنسان لما يدعو إلى الحوار ويبدأ يتخذ أول قرار بدون حوار، وهو بن صالح لما دعا يعني حكومة بدوي المرفوضة المنبوذة المكروهة التي لا يمكن لها أن تنظم يعني انتخابات نزيهة، يعني يطالبها بمراجعة يعني قانون الانتخابات. هذه مسخرة، هذه مهزلة أخرى. جاي تخلف سيدي من فضل كريح ما يبرك دوك نوليك في القضية هذه. مساء كمال جغلولي القيادة في حزب حمص، لو نرجع إلى مقال أو افتتاحية مجلة الجيش، كما قال أستاذ خلف سيد الكثيرين يقولون ربما فيه ازدواجية في الخطاب، جاء يقول أن لازم يكون حوار شامل وجاد ويشمل جميع الجزائريين، هذا ما قاله بن صالح ثاني في يوم الخميس اللي فات. من جهة أخرى شفنا التخوين والتشكيك في الذين يقولون ربما عندهم رأي آخر، لما يتباش هذا الخلط الطريق تاع بن صالح وقيد صالح هو خائن وما يحبش البلاد، هذا ربما يدخل الشك في صدق النوايا. واش تقول فيها الكلام سي كمال جغلولي؟
سي سليم، بالنسبه للشيء اللي رانا نسمعوه ولا اللي رانا نتابعوه فيما يخص مؤسسه الجيش، حنا نقولوا اليوم انه لابد من مؤسسه الجيش وعلى راسهم قائد الاركان انه يلتزم بالوعد اللي وعد به الشعب الجزائري انه يمشي معاه في تحقيق كل مطالبه. والان الشعب الجزائري لم يحيد ولم يترك اهدافه ومطالبه اللي طلبها منذ بدايه الحارات، فبالتالي اي شيء ينحاز او اي شيء ما يمشيش في هذا الاطار فهو خارج عن الاتفاق او خارج عن ما صرح به في بدايه الحراك قائد الاركان. فبالتالي احنا نقولوا الخيرين في هذه البلاد وكل احرار الجزائر يطالبون بتنحيه كل هذه الوجوه التي تسببت في فساد البلاد وفي تأخر تنمية البلاد وتسببت في أزمة البلاد. فبالتالي لابد أن تذهب هذه الوجوه حتى يسترجع الشعب الجزائري ثقة في هذه المؤسسة التي يريد من خلالها أن ترافقه في تحقيق هذه المرحلة. فأي شيء يتحدث عنه فيما يخص الأيادي الداخلية والأيادي الخارجية والذين يريدون يعني شيء سيء للبلاد، كل هذه لا نريد الحديث عنها في خضم هذا الحراك الكبير، في خضم هذا الطموح العالي عند الشعب الجزائري الذي يطمح في التغيير، يطمح في الجزائر. أستاذ كمال جغلولي، المشكلة الشعب الجزائري عاش فيها منذ سنوات محافظ على ثوابته وعلى كل ما ناضل عليه منذ سنوات. أستاذ كمال جغلولي، المشكلة الآن هذا الكلام اللي تقول فيه أنت حسب مجالات الجيش وحسب الخطابات الرسميه انت من خوان، يعني خائن، كلام هذا يخون البلاد ويشكك فيك، يعني انت ربما ما تحبش البلاد في ايادي خارجه تلعب في كلامك، وانت كلام هذا يا ما لازمش تقولون انك ربما ما تحبش البلاد، يعني حسب كلام المجال. خويا سليم، انا ما اظن الكلام هذا راه موجه للمخلصين البلاد والناس اللي راهي حابه تغير النظام هذا، ربما كاين توجيه لجهات معينه، احنا ما يهمناش، احنا الشيء اللي يهمنا هي اراده الشعب، وانه هذه الاراده لابد الا تكسر والا يعمل على لا تعمل مؤسسه الجيش على كسرها او تبديدها او ان لا يمشي في الرغبه نتاع الشعب. فبالتالي نقولوا بان احنا منذ بدايه الحراك كلمه الشعب اراده عاليه جدا في التغيير، فكل هذا الكلام لا نريد سماعه، فليوجه الى اصحابه، يوجه الى العصابات، يوجه الى الايادي الخارجيه، الى فرنسا، الى الامارات، الى كل هذه الدول التي تريد خراب البلد، خراب الجزائر. اما الذين يخرجون بالملايين في الجزائر هم احرار الجزائر، هم الذين يريدون التغيير، يريدون دولة جزائرية جديدة، دولة حرة فيها ديمقراطية نزيهة، تحب يكون فيها انتخابات حرة نزيهة، يختارون رئيسهم، يمشوا إلى تنمية شاملة في البلاد. أما هذا الكلام الزائد هو مضيع الوقت وهو تحريف عن المسار الذي مشى فيه الشعب والذي عاهد واتفق معه الجيش منذ البداية، وقال أنني مستعد أنني نمشي مع الشعب الجزائري في مطالبه كلها حتى تتحقق كلية. فلم تتغير هذه المطالب منذ 22 فيفري، وإحنا نقوله نريد من كل عصابة ترحل، نريد كل هذه الوجوه ترحل، ونمشي إلى مرحلة انتقالية جاي يقودها شخصية توافقية، وتذهب هذه وتكون فيها حكومة انتقالية، ثم تأسيس لجنة مستقلة في ظرف لا يتعدى 6 أشهر، تكون عندنا انتخابات نزيهة، نختار رئيسنا بكل حرية بعيد عن كل عصابات والوجوه التي سايرت البلد منذ سنوات عديدة. جيد. أستاذ كمال جغلولي، القيادي في حزب حمص من تيزي وزو، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. نوليك أستاذ محمد الحسن كلال، يعني لو نرجع إلى كلام بعض السياسيين وطبقة السياسية تقول لنا لازم قايد صالح لازم يفي بوعده، لأن في البداية قال أن ربما رانا مع الحراك، لازم يوم يتكلموا كلام موجه إلى قايد صالح، ومن جهته قايد صالح وجماعة يقولوا أن هذا يقولوا هك
خونة أو ربما يشكك في نواياهم. هذا ربما هذا السياسيين وهذه الطبقة السياسية ربما توجه الكلام إلى الجهة الغالطة، يعني ربما تتجه الكلام ماشي لرجل اللي لازم يتجه الكلام ليه. شوف أنا أتكلم كثير على وشي صار خاطرش هذا الإخراج الرديء للسيناريو الأكثر رداءة للقصة الأكثر رداءة أنا ما غابتش عليها بداية بس بنوه الحراك نهار اللي خرجت المظاهرة الأولى 22 فبراير ونشوف فيها البراب مع الجنرال الغديري مع آيت العربي مع فهمت من اللعب وشرة. أنا نعرف النظام هذا من بكري يحتاط للأحداث قبل موقعها، عمل السيناريو هذا نتاع يخرج الشعب للشارع ومن بعد يوجهه بطرقه بأساليبه الديماغوجية والدعائية حتى يرجعوا وينتهي. هذا اللي راح صار الآن. الآن النظام يحب يسترجع قوته يرجع حلايا النظام العسكري هذا. ما تنساوش بلي في الدول الديمقراطية البيجي الميزانيات تاع كل وزارات تجوز على البرلمان، احنا يا الميزانية تاع وزارة الدفاع ما تجوش على البرلمان وما نعرفوش شحال صرف. ماشي هذه خلي وزارة الدفاع، وزارة الدفاع الشرف تاع الجزائر شرف الدولة الجزائرية، ما كاش اللي يراقب المداخيل تاع البترول خاصة في الفترة الأخيرة كي دخلوا الدراهم بزاف تاع سلطرك. بوتفليقة نحى المدير العام ودار الوزير هو المدير العام، شكون اللي يعرف شحال دخلوا لسلطرك من 2000 جيد أستاذ. هذه ربما أسئلة مهمة جدا بصح أستاذ محمد الحسن الكلال، توجيه الكلام لقايد صالح لإنقاذ الحراك ولا للاستماع للحراك هذا ما يليقش نسمع له قايد صالح الآن. أنا بالنسبة لي نحترمه كمجاهد إيه، ولكن ما عندوش واش يقول قايد صالح، راه يقول واش يقولوا له، يدبروا عليه مجموعة من الناس أو يقول واش يقولوا له، وهذوك الناس يوجهوا في الدفة في اتجاه غلط. خاطر أنا نشوف بلي الجزائر الحمد لله يا ربي ربما ربي سبحانه عز وجل حب يفطر الشعب الجزائري اللي كنت قطعت الياس في الشعب الجزائري، فطر في الوقت المناسب في الوقت اللي في الأحداث والتطورات على الساحة الدولية كامل تدفع بينا احنا باش نكونوا في أحد المعسكرين. واحد دائما نروحوا في المعسكر اللي راه تخدم فيه العربية السعودية والإمارات وإسرائيل وبقية الولايات المتحدة الأمريكية، ولا نتبعوا دائما وين كنا تابعين فرنسا اللي ما ترحمناش. وحنا نذكر سي قايد صالح باللي القوة تاع النظام ولا تاع الدولة أي دولة قوتها في شرعية المؤسسات، لما تكون الشرعية مفقودة ما كاش وين تروح تتفاوض باش تعرفوش بك ويخلو تكون في الموقع التفاوضي تاعك ضعيف، بالتالي ما تقدرش تفرض كلمتك. حنايا الجزائر بفضل ثورة أول نوفمبر اللي نشوف فيها هي اللي تواصل، ثورة أول نوفمبر اللي دارت سمعة للجزائر، حنا نقدروا حنا نفرضوا راينا. كنا في السبعينات كانت الجزائر تقود العالم فاز كامل، الآن حتى ولينا نتبعوا في ذيل المملكه العربيه السعوديه والامارات. واضح استاذ محمد حسن كيلان، شكرا جزيلا، واضح، بارك الله فيك على المداخله. استاذ محمد حسن كيلان ناشط سياسي كان معي من الجزائر العاصمه. قبل ما نوصلوا النقاش اعزائي المشاهدين، معنا الان استاذ عمور ابو علام القيادي النقابي من بجايا. استاذ عمور السلام عليكم، مزروف لك على ذلك الموضوع امر بحكي شيت واسودي ان شاء الله. السلام عليكم، مزروف اللوان صح العيد وين صح العيد بغادي تولي. شكرا سي عمور ابو علام، بارك الله فيك مثل هذا سكودي. اولا كان قبل ما نواصل كما قلت النقاش اللي كما قلت ثاني في المقدمه، كانت اليوم نهائي كاس الجزائر بين بيركور بالوزداد وبجايه، والمره الاولى ما يحضرش النهائي من رئيس او رئيس الحكومه. لماذا؟ الكثير يقول أن ربما تجنب بن صالح باش يحضر في هذه المقابلة حتى لا يسمع ما لا يرضيه كما سمعه الوزراء في عدة مناطق من الجزائر. خلينا نسمع الآن نشوفوا الإنفوغراف حول هذه القضية ثم نولي لكم. موسيقى
كما شفنا أعزائي المشاهدين، ربما فيها في خوف من بن صالح حتى لا يسمع ما لا يسره ولا ما لا يرضى، كما سمعه الأوائل الوزراء الآخرين. ربما عنده الحق كما يقول المراقبون. أنا قبل المقابلة كان في شوية ولو أن المغاربية لا تساند أي عنف وأي استعمال العنف، تبقى سلمية سلمية، بصح في أصرف ربما في الملعب دليل آخر لرفض الشعب لأي مسؤول أي كان باش يبين، يعني خاصة ينشط أمام أو لا يبين روحه أمام هذا الشعب. خلينا نشوف أصرف أمام منصة رسمية في استاد شاكر. ولو كان رد الفعل عنيف جدا، بس هذا دليل على رفض الشعب لأي مسؤول، خاصة مسؤولين معروفين كانوا في المنظومة الحالية. لازم يعني نقولوا برك أن بعد دقائق طويلة تمكنت الشرطة باش ترجع الأنصار إلى أماكنهم، وخلوا المسؤولين يرجعوا إلى المنصة الرسمية. شوفوا رجوع لهذا المسؤولين إلى المنصة الرسمية. كان رجوع تحت الحماية رجال الأمن والخوف من رد الفعل الجماهير. إذا كان هذا رد الفعل بعض مناصري النادين الفريقين عند رؤية المسؤولين تاع في منصة رسمية، هذا ربما اللي خلى قايد بن صالح ولا بدوي يحضروا منعهم باش يروحوا يحضروا في هذا النهائي. بنسمعوا رأي ربما فيما وصل في بليدة، سمعوا رأي عمور أبو علامسة. عمور اسمع، ربما شفت وصل في بليدة بن صالح ما إن باوزي باش يروح، لأن كما يقول الكثيرون ربما خاف يسمع ما لا يرضيه من طرف الجماهير، خاصة ويحيى السنة الماضية ربما سمع حاجة ما يرضيش بزاف. شكرا. اولا وقبل كل شيء، انا الحاله الصحيه تاعو ما تسمحلوش باه يحضر هذا النهائي. شفنا الفرق بين الخطاب الاول تاعو منذ شهر اللي عنده كان عنده الشعر تاعو، والخطاب تاع يوم الخميس وين خلاص راح له الشعر، لان ما لازمش نخفيو، يعني الله يشفيه كما يقول لك، حنا واحد اللي مريض لازم ان شاء الله ربي يشفيه. لكن في منذ 2015 وهو يعالج في فرنسا من مرض السرطان، ومعناتها يعني الجزائر بلاد يعني تاع الشهداء، بلاد عظيم جدا، يكتب ربي ليه باه يعني يتسير من طرف هذا الناس. ولكن ربما ولا ما راحش بدوي
لا شوف انا نحكي عليه ثم بدوي، وكيف يروح بدوي وهو مرفوض كذلك شعبيا؟ دونك قلت على الحاله الاصطلاحيه تاع عمر ما يقدرش يوقف باهي يمد الميداليات والكاس الى اخره، وبدوي كذلك هو مرفوض اكثر بلك من بن صالح، والحكومة تاعو راهي مرفوضة. لكن أنا سأل في بعض رؤساء مجالس الولائية بمثل الشعب كانوا جالسين مع الوزير المرفوض من طرف الشعب وكذلك الولاد، دونك فيه كذلك جزء من المسؤوليه من هذا من هذا المنتخبين. بدوي لا يستطيع ان يذهب هناك، فقد يسمع اكثر من يسمع هذا الوزير الشباب اللي راه جابوا الصغير ما عنده اي يعني انباسي ليه جابوها، لكن مرفوض. دونك تكون يعني استخدمها أقل، وبهذا ومع هذا فإن الشعب لم يقبل كاع هذو الناس اللي راهم فلسوا البلاد وراهم مازالوا يسيروا بنفس الطريقة اللي كان يسير فيها عهد بوتفليقة. يعني كنت تهضروا على الحوار، يعني كيف نحن كنقابات، واليوم رانا في ندوة نحضر في ندوة وطنية تشاورية للمجتمع المدني، وفي الجزائر 2019 في سجناء الرأي، سجناء سياسيين. دونك ما حبيت نقول بأن هذه الحكومة أو هذا النظام ليس له النية به يعني يقوم به يلقى حل للأزمة في الجزائر، ولهذا فإن الشعب يرفض كاع الناس هذو. ألو وي سي عمورة، يعني انت تكلمت على قضية الحوار، يعني حبيت نقعد نولي ليه. على كل حال ما دام تكلمت على اللقاء المجتمع المدني، ربما عندنا شويه الصور من هذا المجتمع الاجتماع اذا كان فيه، اذا هو واجد نشوفه شويه. لا احنا اسمح لي سي عمر، خلينا نشوفوه. هذه ربما جانب من الاجتماع تاع المعارضه واجتماع المجتمع المدني. نعم، ياتي هذا اللقاء طبعا بعد لقاءات ثلاث، هذه اللقاءات الثلاثة التي تمت في شهر فضيل اللي هو شهر رمضان، كانت لقاءات للنقاش للإطراء في إطار اللقاءات التشاورية. إذا كان هذا جانب من اللقاءات التشاورية بين أعضاء المجتمع المدني. أنت سي مربع لم حضرت الاجتماع، كيفاش فات؟ خاصة في أخبار ربما ما كانش فيه تفاهم والتنسيق كبير بين الحاضرين. الاجتماع الرابع، السبت الرابع، حقيقة ما يقدرش الشعب الجزائري ومنذ 60 سنة كملوا الأفواه تاعو، ما فيش يعني نقاش مباشر بين الجزائريين، ويعني في غضن الشهر نقدروا يعني الجزائريين يتفاهموا. لكن شيء عظيم ان كما راك تشوف في الصوره ان الجزائريين مختلف الحساسيات ومختلف من الاعمار، حتى الطلبه اليوم حضروا ونشكرهم ورانا فخورين بوجودهم، ان يجلسوا حول الطاوله ويتناقشوا بهدوء ويتبادلوا الاراء بدون عنف او بدون مزايده. وصلنا الى يعني وثيقه توافقيه فيه مشروع مبادرة قوى المجتمع المدني للخروج من الأزمة والانتقال للديمقراطية لجمهورية جزائرية جديدة. هذا يعني كمبادرة هي عظيمة. لأول مرة هم شوفوا في الصورة حساسيات من كل أطراف أو شرائح المجتمع الجزائري، راهم واقفين ويتبادلوا الآراء. احنا قدمنا يعني آليات من أجل الخروج من هذه الأزمة، كآلية الأولى هي مرحلة انتقالية تشرف عليها هيئة رئاسية أو شخصية وطنية توافقية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، ثم تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال، ثم فتح حوار وطني شامل مع فعالية الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية ونشط من الحراك بخصوص الوضع السياسي الاقتصادي الاجتماعي البلاد. ممتاز. ثم كذلك تنصيب هيئة مستقلة لإشراف وتنظيم الانتخابات. ممتاز. سيبا نعم، يعني سيبا نمسي، خلينا برك نسمع رأي الأستاذ خلاف سعيدي في قضية الحوار
استاذ خلف سيدي، سمعت ربما استاذ بوعلم عمورة يعني قال لك منذ 62 ونظامه ويحاول باش يفرق بين المجتمع المدني بين رؤساء الاحزاب بين السياسيين، يعني باش الان اجتمعوا وعلى الاقل في طاوله واحده داروا ميثاق شرف، يعني قضيه هذا ستان كرون با كما حكى، خاصه في هذا في جو هذا الحراك. هذه يعني خطوة جميلة جدا وعمل سياسي نظيف، وأتمنى أنهم يزيدوا يعودوا يتلاقوا مرة أخرى باش يعني يبسطوا، إذا كان في بينهم يعني خلافات حول بعض النقاط أو بعض القضايا يزيدوا يعودوا يتحاوروا ويتناقشوا حتى يخرجوا بوثيقة أو بموقف يعني موحد يشرف الشعب الجزائري، ويقدر الشعب الجزائري يتكل عليهم، ويعني باش نخرجوا للبلد هذه من هذه الأزمة السياسية الخانقة. وأنا حبيت نعاود يا سليم نعاود نقول يعني الشيء اللي شفتوه في بليدة في الملعب هذا يعني والله العظيم شيء يعني يزعج ويدهش ويزعج كثيرا، يعني وين وصلنا، وصلوا يعني عطاوا الصوره الحكام هذو عطاوا الصوره يعني غير مشرفه للجزائر. وعلى كل حال يعني اللي المتفرجين يعني نتاع الانصار الفريقين اللي رفضوا يعني موجود مسؤولين السلطه الحضور تاع السلطويين في هذا الملعب عندهم الحق، وكذلك يعني قايد بن صالح يعني ما راحش وبدوي ما راحش، يعني داروا حاجه مليحه، يعني بينوا اولا انهم قصروا في الواجب نتاعهم، وبينوا انهم كذلك ما عندهم الشجاعه السياسيه للوقوف امام الشعب نتاعهم، هذا يعني نقطه سوداء عندهم. وحبيت نقول باللي يعني والله العظيم يعني مؤسف جدا، الله يعني يا بابا الشعب الجزائري نحى رئيس الجمهورية المريض، والقايد صالح عوضه بواحد آخر مريض، وكأننا يعني أعطاه صورة للدولة الجزائرية وهي دولة المرضى ودولة المتقاعدين ودولة العاجزين اللي ما يقدروش حتى يوقفوا أمام الشعب نتاعهم. هذه هي الصورة السيئة، الصورة السيئة اللي راهم يرسلوها للخارج ويبهدلوا في الجزائر. ومن حسن الحظ أن الشعب الجزائري هو اللي رسم أجمل وأروع صورة بنضاله السياسي السلمي. شكرا سي خلف سيدي، بارك الله فيك. مس خلف سيدي ناشط سياسي كان معايا من فرنسا، شكرا جزيلا. أستاذ عمر أبو علام القيادي النقابي كان معايا بجاي، شكرا أخي بارك الله فيك على المشاركة. نشكر ثاني جمال الضيوف كمال جغلولي القيادي في حامس، مهند الحسن كيلان ناشط سياسي من الجزائر. حاولنا ربما نجيبوا الأستاذ كريم كبير صحفي في ليبرتي، للأسف ما تمكناش باش نجيبوا اليوم، إن شاء الله تكون الفرصة في حصص مقبلة. إذا لازم المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذا الجزء الأخير من هذه التغطية، ما زال تغطية مستمرة إن شاء الله في الأيام المقبلة. تكونوا معنا ونكونوا معكم إن شاء الله، كونوا في الموعد، نعطيكم موعد غدا إن شاء الله صباح حتى العشية حتى في الليل، التغطية تكون مستمرة حول هذا الحراك المبارك. إذا أعزائي المشاهدين نقول لكم بقوة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.